أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يذكر أولي الألباب. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله تعالى واتعوه، واعلموا أن الأمم تتطلع إلى العز والمجد وترسم خطاها على المنهج السليم، وإن الموافق إلى ذلك السبيل هو من جعل العلم نبرا صلى وجعل جعل أبتكوني على بدأة توجمة في وانت النغيمة مسكي بلال أنو النغيف أنتو المتيغنا وماتيو خطبة أجعل تانتو خمبي أنو انجي خمبي سيدة بعد خير محمد با صلى الله عليه وسلم أخا خيرا يا مانا أخا كون يا ما خطبة نغانغا فلوهم بي أو انغاقوا أخو ألا يارا وانغالا خوصه وانغاقوا يا ما خون داي نخيما ناسيون ناسيون بني أيام ساما بنيا كراما أنون بو كراما أنون كاللانكيا كراما نبرنا لانغي نكراتي نقيم بوما سيكافيرا بوما خالنا واما نقام مليفين ياما لوني نام في نما غالم بويرا أخراني لسوار أنا نام في نما غالم بويرا فلا سبيل إلى العز لأمتي ورقيها ونجاها إلا بالأخذ بما يقوي العزائم ويربطها بخالقها واتباع دينها والسير على نهج نبيها والتمسك بما فيها لبناء حاضرها. فذلك أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالقراءة فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ونقوله يا ما خنده إن غم ناسيون ناسيون كرن يومنا ما أخاك لنكيا ستودي أنا أخاك بو ستودي فاكتا إنو أماريكي تغي أنا يايلا أنيري كراما نغل لنغ نميمي محمد باقا كراما صلى الله عليه وسلم ننال لنغ لوني رسبت فيما لوني بنتي فيما خراني ديفلوب فيما بان ميمي محمد باقا صلى الله عليه وسلم ألا توا خافي أمين سي أمار سنجي شوائي أما يا خرابة محمد سالي محمد سون محمد يرابا يرابا أين بسنا أنا محمد يقرأ وامي في النفاق غخم بير الدنيا ما دنيا بين كابا من خم يقرأ كون محمد خران سندي محمد يفهم في النده كوربارا نقبته من خل لقام يقرأ كون خران سندي محمد يفهم في النده يلقى كون تجدا يقرأ كون محمد خران نسندي دعو خراني ومدينة أنا ننتي يارم ما قبوني نخم فما يارم أشياء سندي ناسيون نخم وما قم أقدفلبي فأي مسوق خرينا. عباد الله، إن فضل العلم عظيم ومكانته عالية. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتذر أجنحتها رضا بما يصنع إلى آخر الحديث. ونقول lani tide gbegbe na nama won madina kui alangu won fangana tide nan fiama tide kallan kame belbele qarai khafe kui nana to ne meme muhammad ba sallallahu alaihi wasallam anaka won boyara te qarai khafe ma parce que duniya mu dogoma fo qarai duniya mu dogoma fo lonni nam yome na khay ni khiyona ganna kirande suhu
iska fe lonin denan fende iska fe kharin denan fende nakira yoyna ana ganta la fam bara nakira so ne yebe katrabi aryan na kuima ana ga maleke ne khay naki ne ga ton ye sami ne bohi ene keli kharan fenyi binyama ina kan na sika ma kharan fenyi mi gina ga sika kharan yi fende maleke ye tena binyama ne ye ta maguru na be ana ga wombe ana ga dali sai na khambirin na kore ku ya nun bohi ku abiri khafar ma khandira ba mene abiri duwa ba mene lonni fenyi be etudiant be mi ke ben khanna kharan fenyi ana ga hali ya khayna khayna ba ma ne birin duwa ba mene mi khibe na khanna lonni fenyi ba wa duniya bar mai langa tanan ma duniya rin yar ma tanan na ibadallah قد فتحت المدارس أبوابها لموسم دراسي جديد فاسرعوا إلى اكتتاب أسماء أبنائكم الجدد وكافئوا الناجحين تحقيقا لهم لمواصلة الدراسة لأن العلم عز لا ذل فيه وفي العلم فضل عظيم ولا أدل على فضل العلم ومنزلته من قول الإمام علي رضي الله عنه كفى بالعلم شرفا كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسبت إليه وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه وتنقاكري وتنسيتوين الحمد لله رب العالمين يلاغون يكوي ثلاثة لغة خرند ربي بربا نينينه خرند ربي بربا وما جمعنا يكوي ونغم فلما بيرنا لانكبة ونقا ونقلون ونقا ومدي نخيمون نخرندين ونقا دي خليش ونقا رشو خرند عدي خمي بادي كنبا ونما معرفاش ربادي وابن نلانك رسو حل بي نخي تاقو ورا بطي خادي نخي تاقو ورا وي رسو خران دي وما كولن نخان كرم فاما ومنا فان دي وما غكتا نخي فان نلو جيني را وني فان بوين را فيما وخان وي ينسرا حلقو قاكورا ستو خران يربا فيما باما من فيرا وغادي اقا خران خران يلوني بيانا لانك ما خورو يمنا نغان كامبرا بيانا غاتا نخورو يمنا كامبرا loni fi samantia gbegbegbe na loni na nkui anaga sayyidina ali karramallahu wajhahu nanaga ma san kallan ke men dati wombe anaga loni ga wurgin tabara yili na bala mi hi wasa ga kolon alloni ase wurgin te se fanyinara hal mi gena kham mu karan kai na fanga karan ka fe sai te kanku aha ina rafa ina sagara mi gaide halatu mukaran me wallahi yal khimmene anaga karanta re ya jahiliya na fambara won wasa be ku yi mana kui halina kanna karanta re da me mu ma ko ma kafala be karanta re ka wallahi karanta re na kwara mu ma ko ma kafala be karanta re dan ko kola manana ma akharan yi waler na kara adan imam wa akhiran akhtimu hadhihi alkhutbah alula بالقول المأثور ما أراد الدنيا فعليه بالعلم وما أراد الآخرة فعليه بالعلم وما أرادهما معا فعليه بالعلم ونصيحة الصحابي الدرداء أبي الدرداء التي قال فيها كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتح لك وقول الشاعر إذا ما الجهل خيم في بلاد رأيت أسودها مسخت قرودا وعلى العكس أنا أقول وإذا ما العلم خيم في ديار رأيت عبيدها أمسوا أسودا وأمسوا ملوكا نيقوت بير يوم ما سن كلن كمن دينا ما سن نارا دينا خي asai a hadisa nara annabi na masin den ga annabi kama masin kono aka ga ni tsiga ne me me kama masin yin mu afala ga den ne ga ana ga khaina kan wa ma duniya hairi kon ka ta ga karam khaina kan wa ma lakhira hairi nan kon ifa ga ta ifa ga karam
kana gawa ma dunya no aljama wa ma ne nangeni homma igeni chota dunya e chota aljama ana ka kata ka kharande iyo alamma na karaba ne kini na gambi nyamya da ka sai bende nana ina ka mabudar da nana ka mara siti ana ka kun alima bari he igashi ma ya birin kaje ka findi mi ka kharanke da iga fini lonni dara aw muta'allima kan ma re ka findi lonni fenyira ina ma fala mbara mo findi lonni fenyira aw musami'a kay mun afan no mom basi yani saytul mati mi khayla ne khay kharanfe aw muhibban kan ma re kay mun afan birin fere so me ne khara fayma karamo khay anun kharandi anun tulumati kada ne tangara fayma wala takunil khamis ina fi ni mi do rasulinde dade ngi do rasulinde imu kharam kharami ko mura fayma tulum imu tulum fatima ah ana kayno ma findi nara fada hala kayno bay ba egbe barkana e hala ki khane deki su ko san de fanna khaye ana ga kharan tariyana sembe soto mo ri na kham kharan tariyana ga sembe soto ana ga ina mi ko kumbe li mane e bar ma findi kulera ngay na kay lamane efini mi ko kumbe da e to mane e fana kulera nan na ba parce que kharan tariyana nan ne nana to na kay na wa yi fan contraire nan na fa wa yi sina u fan na kay kalon ni bara sembe soto foko e na kay kuy ina foko e kwanyi kame e to mane bara findi mengeira yo kalon ni ha fere soto anaka sabati foga ne kai kui na foga wonne kai ma konyi kame ne da wato mene nan fada wokuma ndife nanato langi wombir na langa wanga dr goto wommadie kharan fe nan na fenne na lagi ne ngafala man fa ma falle do gbata na kam muna tore insha Allah taala wonde nan yiki ina engineer bi dan na kai engineer na ti won konyi kare dan na kai da ajo mena mi gege de soma e manifestation era bama avo e radie khaso walide benu wakati manifestation na bade o made khaso walide wakati nes ne kakara ka wakati nes ne kakara e de tongo da izi ne ko e khalmi ser bama fa plan ton yaraba fo e gardien yaraba fo fo ti kirama inu luti ben nunna sadi kharanta re wali nanan soma yira parce que mu kharan ba benu wangan sa manifestation era ba wanga kata ne sinde wuma die ka kharang na na to won yo fi ni mara won manifestation da ba ai ji dai ne kai ti ko won konye o won ma die fanga wonna akali ne die kharang kai shugo yi die kharang ta le shugo yi ge de shuma ha afa na ti ko ro min sere ba ma fas ga luti ben ne kirama fas ga asa bo boy di araba fas ga asa do planton yara anun ne nyo konya anun ne fas ga kharang ta le wali na ne nan yandi yandi wanga kata wanga sobe sa kharang sai ku yi ya rabbi ya ilahi wonta yo mamen ga sanye yo ala ga won birin ka kharai wala rito wallahi mbarin ga fale be khawwa mu mone ba fe wata miskine khawwa mu mone ba fe u ga kel miskine o u ga die de kaina wa ka khara e kharam ma ya ko si fe masarama wallahi par wata mu kharan wa ma mu ga die fa mali ka khara wa fe na u ga si ya rema wonu ra bore ka die nan kan na ya rema ala ga lonni ala ga won made fini lon lara nena kan follow ga ala ga ska won ba fanyira aka kundu ta fanyira aqulu qawli hadha wa asfar allah al azim li wa lakum min kulli dhanbi fa safinu al ghafur rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين فرير سر الاسلام ايمابل كومباتريوت نو فيفون اكتوالمون La première semaine de l'année scolaire 2023-2024. Qu'Allah nous accompagne avec son soutien divin. Amen. C'est pourquoi je profite de cette heureuse occasion pour inviter avec tout le respect le pouvoir central de notre pays de faire de l'éducation et de l'enseignement de nos enfants
la priorité de toutes les priorités urgentes de notre pays, à la place des infrastructures pour lesquelles le gouvernement cherche les fonds par tous les moyens possibles. Et dans le même cadre, j'ai pris le pouvoir central de bien vouloir régulariser les arriérés de salaire de nos enseignants contractuels et de les intégrer à leur fonction publique après évaluation en classe. Notre religion, l'islam, exige à l'employeur de payer le salaire de l'employé avant que sa chair ne sèche. L'islam a aussi mis en garde l'employeur de refuser de régler le droit de l'employé. D'après Abu Huraira, qu'Allah lui pardonne, le messager d'Allah a dit, Allah le Tout-Puissant a dit, je serai l'adversaire de trois hommes le jour du jugement. Et quiconque est mon adversaire, sans faute, je vais le dominer. Je le dominera. Il a cité parmi les trois un homme qui a employé un autre. Et après avoir obtenu de lui ce qu'il voulait, il refuse de lui payer son salaire. Pour terminer, je lance un appel à tous les dignes fils de la Guinée, gouvernants et gouvernés, enseignants et parents d'élèves, de faire de l'enseignement de nos enfants la priorité de toutes les priorités. Nous réussirons ainsi. Qu'Allah illumine nos cœurs et guide nos pas sur le droit chemin qui mène vers le bonheur de tous les enfants de notre cher pays, la Guinée. Man bin bari kon na be nan ku da minma kone binye kenya ma khurtari amuna na kan o mabo ki ko da ko ne khay khummato ne khali ma yinan ma e hakata kharande rabba fi e gananan findi o ma fe tentene singera tentene tentene lagine tentene a fe gori allama aga findi kharande fe nanna Umbare toy na gare ma sofe ko bi de femma na kan finde ka kira bo fe da kira yalan fe bangati fe e kanai da ba wumbe non dinara ko wallahi lamma kharande rabbi kharande fe nan kadan dinara lamma ka ummati kharan fe nan findi kananan sa yi fambe la khe wanga kolo nanan sa ba khe ndoti fe me ni na tota nan man bi lamma ku da minira wamma bo ki a kinkiye ma e hakata wamma jime wangu ya ne khe mi khe kharan yala e ne khe ma anse yan contractuel e hakata e khani hakko bi fi e ga salaire fi ne nye kerna na ba ga yerik seto ki ke fini ki ke fini nan seto ye ki ke sa ma ba dang vacances ane ma ngasi a classe kui est ce que ma classe kui di e no ma encourage de di Et nous avons fait un film de la Rassiga et Naraba à Mouchotoy. Nous avons un pouvoir central, Mahandi, Yandi Yandi, et Hakata, et Ha, Ne Ha Fe, et Hane Ha Donifi, Abarafin de Donira, ou même un Gasayo, et Hakate Ha Donifi. Et la Donifi, et Mangakata Idimi, et Réla sur fonction publique, Kono, et Réla Bata et Raklasiku. Il y a une évaluation en classe. Nous avons fait un contrat. Nous avons fait un contrat.
وكيس ديربي وكون عفلي كان بيبري وكان بيبري نسس كونيا نسس خادي منا كونتراكتر يام كا نسس خادي منا كونيا فمنا انسيان كونتراكتر يام اغادي فمنا خرندي يام كونتراكتر انا نغي خرن في اغادي ناميني امنا انا مكون راكلو اندي نان خادي نابوري فنا وما مسلم يا اين ما تنتينتي مسلم ما انا غاين امريكي ولا انا جاي يغا سري سو يبنا كوين فولي ككرا اعطي الاجير اجره قبل ان يجف عرقه ولكا سري سو ايدا بينو اغا كوين فولي خا خراتي من اغا وما فولي نغا كون كيسل كونتوني ان يكون كوبلي ننتكي نبي محمد بامان صلى الله عليه وسلم ومدينه انا غا كومبوري بامبان ميغيبا نغم ميغيرا والمامونتي غاسرين فيدي لم يمنى نغم ما صلى الله عليه وسلم أنا غي على يتي نخل إنما حديث القدسي أنا غي ميغسغن نتا نننن ننجرف نننن ننكيتي مع القيام الوقتين على يتي ننكوي أنا ميغسغن نمغن ننن تنكيتي من القيام الوقتين خمونت غنتا نن ميغن ننكيتي أنا غني لغم من على ننكوني كاية تمتقوم jone watenge wombe mulu muso mena binna langi kwi me anaka yiya kala na me kerenna mugunu na kai banken fe aljamalo kai anaka mi kenan nake na ga bore da wali ha na ga wa wali na kan kon na ga tin anaka na wali da ba afalu amuna sharifi anaka ntang ala nun na kan yan kiji maljamalo kai nan na ga atang ala nun patron ye kiji maljamalo kai patron ye ne kai mi kida wali ma afalu e mai kha wali hakke fi ma natang yen sen wombi men ga san kere ma wombi na lan khina nake na kha ma yito wona womma men ga san fanyi ma kanni ma wondu ba man khebe ko ce kuye ba al khallan sawaba rabbi be al khayma tin ko wombe wona fala mai be yandi yandi hakata ni contractual fe hakata yi khayi ala wombe wona kolon tan ni rina ran ka sabi tan bar siga la treti kabi 2021 dan yo mama ka fonction publique na ndan wonyi e fata mi reda ga de la traitine kon mi renane khatun ko muna to donc surtout kharandar bay tan won hayna kharandar way ma yandi yandi won bare makandi yandi yandi khakata na khati ko ma alku ummadiye ne kharam makana wallahi mi ke to ko ne woto ko na to woto ko ne ke ba mun nyar manake mba am ko to so wonyi ana kan tan karande da bana anna a idan na min de ana kan tan nuna non gone kono contractuel ya e ton kanin en kanin pita ne ana kan to so pita pita kan ton ton gon fo sangare ya tilo ke men na kan bina kan ne nun pita ta ku ta ana kan nya ke mbo men ne 2 million ana kan nan so to ana ka man bile ma men di alay fadi a ko le fe ma kini kini khi wallahi ana bara wali يا ربي يا إلهي أرغب ممن غسينو يغفتون غدي أخانو أريغل دي أرغب ومدي نغيسنا غريرا نفنغ خرافي هل كنا كرنا ربي كنا كربي يقول لك بيك بي نحنا أنسي يمانك دي نغبي يا ربا كنا كتاكو ينفعين خريرا بالغ سافا يربا ومبي وممن جي ونتن يو أرغب ومبين متنغين كرافن يخوما ومبلا فرما كرانا غنكو الحمد لله رب العالمين الغو منتي لكلا خما الخيد من ومبه يخانو ومبوخي خانين دافاني لا ومبنا دانغي سيوكي خامين ترانزيشن قال غنروا ومبه وعلموا يا عباد الله أن الله أمركم بأمره بدأ فيه بنفسه وسنى بالملائكة وسلس بكم أيها المؤمنون فقال عز من قائل إن الله وملائكته صلونا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم على رسولنا المشبع وعلى آله الطهار وصحابته الخيار وخصوصا على أشدهم قدرا وأرفعهم ذكرا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع آله الطيبين الطاهرين والصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم وفق رئيسنا وولي أمرنا للعمل بما فيه خير البلاد والعباد يا
أرحم الراحمين. اللهم ارزقه البتانة الصالحة وجنبه بتانة السوء. اللهم ادفع عن بلادنا لجنيه الوباء والربا والزنا والزلازل وسائر المحن من الديدان والضفادع والفيضانات والزلازل عن بلادنا لجنيه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين رحمة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.